الحديث التالي. قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجل. ومن يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن الديمي مولاهم صدوق ربما وهم مات سنة 220 و200. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل مات سنة 58 و100. محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني ثقة فاضل مات سنة 30 و100. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحابي ابن صحابي غزا 19 غزوة ومات بالمدينة بعد 70 وهو ابن 94. حقيقة كان في درسنا السابق في سير أعلام النبلاء محمد بن المنكدر، ونحن نقرأ هكذا ثقة فاضل، لكن عندما رجعنا إلى سير أعلام النبلاء ورأينا من هو محمد بن المنكدر اكتشفنا أن فعلا أنه فاضل وثقة وإمام رحمة الله عليه. فمن أحب دائما التفاصيل فليرجع إلى المطولات حتى يعرف مكانة العلماء. وأنا أستفيد حقيقة من سير أعلام النبلاء مثل هذه الأشياء،